تواصل القوات التركية عمليتها العسكرية نبع السلام في الشمال السوري، والتي تسببت بخسائر بشرية علاوة على الخسائر الاقتصادية. جرحى سقطوا في مدينة رأس العين رووا كيف تم قصفهم وإسعافهم إلى مشافي محافظة الحسكة التي تعاني نقص المستلزمات الطبية في ظل انسحاب غالبية المنظمات الدولية من المنطقة. يوم وصلنا هناك أول ما حولنا جت الطيارة فورا قصفت، يعني ما شلون نزلنا من السيارات طيران قصف مدنية عسكرية كامل ما في، يعني والله بعد القصف مباشر من تصاوبت اسعفوني ما خلوني هناك. أول ما ضربت الطيارة أنا وقعت، يعني فقدت. أي والله لا والله ما شفت شيء، بدي أشوف ناس تركضنا عادي. يعني الهلال الأحمر السوري أكد وجود 10 مشافي لاستقبال جرحى القصف، وإن طال أمد العملية العسكرية فلن تكفي. هناك ما يقارب 8 أو 10 مشافي تشهد فيها، يعني الحالات المصابين والجرحى تذهب إلى هناك، ولكن إذا استمر الوضع على هذه الحالة طبعا لن تكفي. أخر الأحصائيات التي وثقناها هي 187 شخص بين جريح مصاب وشهيد، هناك 146 مصاب وجريح و42 ممن فقدوا حياتهم. ومن جراء العملية تطوع عدد من شباب القامشلي بالمحافظة ممن كانوا يعملون لدى المنظمات المدنية والدولية بتجميع المعونات الضرورية التي تحتاجها العائلات النازحة وتوزيعها. لما انسحبت المنظمات الدولية من المنطقة زاد الضغط علينا وزادت الفجوة بالعمل الإغاثي. بالمجمل نحن مجموعة جمعيات لم يكن عملنا أبدا إغاثي، كنا عم نشتغل على البناء المجتمعي سابقا. بهاي المرحلة زاد علينا الضغط. استهدفنا 120 عائلة ومنطقة تلتمر وريف تلتمر. هلأ عم نعمل مثل مسح أو تقييم احتياجات للمنطقة الشرقية. وبحسب المنظمات فإن مستشفيات تل التمر في محافظة الحسكة تعج بالمصابين جراء العملية العسكرية، وتفتقر للكثير من المستلزمات الطبية الكافية لمعالجة جرحى الحرب وخاصة الحالات الحرجة منها. أما النازحون الذين وصلت أعدادهم إلى نحو 300,000 مدني وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فيعيشون ظروفا صعبة في ظل غياب أبسط مقومات الحياة.